بهذا الفيديو إن شاء الله نفعل الديف سيرفر بداخل أور بروجكت. طبعا أكيد قبل لا نبدأ نفعل هالشي لازم نفهم ليش نحتاجه. لو تلاحظون من بداية الفيديو لحد هذا الفيديو احنا من نعدل بالكود نضيف اشي جديد لازم نعمل يارم بيلد بعدين نفتح الباندل فايل اللي هي ال HTML حتى نقدر نشوف الريزلت. اما بالديف سيرفر ايش تخلينا نعمل؟ انه نشغل السيرفر، اي changes نعملها بالكود يعمل automatical build ويحدث البراوزر، اي يعمل refresh البراوزر. بالحالة احنا نكون more focused on development والسيرفر يقوم بشغله. حتى نفعل هالشي اول شي نحتاج ننزل webpack dev server package. طبعا هاي separate package تخص الwebpack نفسه، لو نروح على الجيتهاب هنا فقط نعمل لها install عن طريق ال package management اللي تفضلوها سواء npm او yarn. فانا اخذ اسم الباكج واستخدم yarn -d webpack dev server. واذا حبيت اعمل تيست لهذا السيرفر سواء انفذه من داخل النود مودلز الموجود بداخل الدوت بن، طبعا هذا الدوت بن فولدر بيه كل الاكسكيوتابل فايل، او اعرف لي مثلا سكريبت بداخل package.json. طبعا احنا راح نعرفه بداخل package.json حتى نقدر مثلا بكل سهوله نعمل yarn dev او مثلا npm run dev whatever. فلو نروح على البروجكت نجي هنا مثلا عرفنا كوماند نسميها dev، بداخل هذا كوماند نعرف webpack serve. اوكي نخزن هذا، بعدين نروح للconfiguration هنا من الدوكيومنتيشن مثل ما تلاحظون عندنا مثلا البيس اوبشنز هنا، ناخذ هذا الموجود بالdev server. اوكي نجي هنا حنشوف الاوبشنز عندنا مثلا هنا الكونتنت بيس يعني المكان اللي يعمل سيرف للكونتنت من داخلها، اللي عندنا مثلا البيلد فولدر او الديست احنا مثل ما سميناه هنا بداخل الاوتبوت راح يكون نفس ذاك الفايل. عندنا الكومبرس يعني يعمل كومبريشن، تقدر تخلو 9000 البورت 880 مثل ما تحبون. بعدين في اوبشنال ثانيه تقدر نشوف بالدوكيومنتيشن هنا، راح اكتب انا هنا مثلا عندي اوبن، الغرض من هذا مثلا ترو، من اعمل يارن سيرف الويب باك من يشغل السيرفر اوتوماتيكلي يفتح لي الديفولت براوزر مع البورت اللي انا عرفته هنا بداخل الاوبشنز. عندنا مثلا الهوت، ايش الفكره من هذا الاوب اللي تعطيني ميزه الاوتو ريفرش من اعمل اي تشينجز في الكود. ايضا في اوبشنال ثانيه نقدر نعرفها، مثلا لو نلاحظ هنا مثلا عندي الهيستوري اي بي اي فول باك. اوكي ماشي حاليا خلصنا من هذا، لو نشغل السيرفر حيكون شغال، ولكن احنا نريد نفعل ايضا ميزه الاوتو ريفرش من نعمل تشينجز بالكود. فالويب باك يعمل بيلد ويعمل ريفرش بالبراوزر. نجي ايش نعمل؟ نعمل امبورت للويب باك كونست webpack require webpack. اوكي بداخل البلجن نكتب new webpack dot hot module replacement plugin. اوكي نعمل سيف، بعدين ننفذ yarn dev. حنشوف مثلا هنا الwebpack نفذ للسكريبت، بعدين نشوف اللوج انه يعمل سيرف من الديست فولدر، بعدين فتح لي المتصفح يعمل اللودينج، حنشوف الكونتنت مثل ما كان عندنا بالفيديو السابق. فلو اعمل اي تشينجز بالكود مثلا لو على الاندكس فايل مثلا هنا اكتب ويلكم واعمل سيف، اشوف الديف سيرفر يعمل كومبايلينج، بعدين اروح للبراوزر حاعمل شوف يعمل لي ريفريش للصفحه. اوكي بالطريقه اكون انا مور فوكس اون ديفلوبمنت والويب باك سيرفر يقوم بقيه الامور.